هذا مضحك، أليس كذلك؟ لكن يجب إخراج ليلي بطريقة ما. هل يشعر أحدكم الضوء؟ حسناً، هكذا أفضل. يبدو كل شيء بخير، ما عدا تفصيل صغير واحد. الألوان كلها معكوسة. باتو، ما عدت أصفر، أنت الآن أرجواني. وليلي، أنت خضراء اللون. تريدين أن يعود كل شيء إلى طبيعته؟ حسناً، ربما هناك طريقة. أتفكر في طريقة لتعود إلى عالمك بوكويو؟ حسناً، اسمع، قد تكون الكرة السوداء هي المفتاح، قد تعيدكم إلى الديار. أجل ليلي، تلك هي. في هذا العالم كرة بوكويو السوداء بيضاء. ماذا الآن؟ ها أنت ذا، ثقب أبيض، اقفز فيه كلكم. باتو، ألا تريد أن تعود أصفر؟ هذا حتماً ليس عالمكم، كلكم مصنوعون من ورق، فلتجدوا بسرعة تلك الكرة. أحسنت يا باتو. أوه، عجباً، أنتم الآن بوالين. أوه. عدتم إلى الديار.